التراث أشكال متنوعة تشتهر بها الغوطات الشرقية، فأكثر ما تشتهر به الغوطة هو أرضها الخصبة وكثرة أشجارها، ومن هذه الأشجار شجرة الزيتون. سبب انطلاق المشروع بعد فقدان الزيت الأبيض المستورد، وبسبب كون مادة الزيت مادة أساسية ولا يمكن الاستغناء عنها وعن حاجة إلى إيجاد بدائل، فدفعت هذه الأسباب مؤسسة فجر إلى إنشاء مشروع معصارة زيت الزيتون من أجل الاعتماد على الإنتاج المحلي لهذه المادة. أما بالنسبة لنتائج المشروع فقد بلغ إنتاج مشروع المعصرة حتى الآن حوالي 10,000 لتر زيت، تم طرح كمية منها في السوق بأسعار مخفضة، مما أدى إلى انخفاض سعر مادة الزيت بشكل ملحوظ. كما ساعدت المعصرة المزارعين لعصر محصولهم أيضا بأسعار مخفضة. مادة الزيتون تعتبر المادة الأساسية لأهالي الغوطة في كسر حصارها، كونها تزرع وبكثرة في أرضها، حيث يستفاد من ثمارها للاستخدامات الدوائية وغيرها، وأهمه الزيت. ولكن لا بد للحصار أن يضع بصمته، حيث يعاني الأهالي بإيجاد صعوبة في تشغيل معاصر الزيتون، حيث آثرت بعض الجمعيات إعادة تفعيل هذه المعاصر لإعانة الفلاحين وضخ الزيت في الأسواق بأسعار مخفضة رغم المعوقات التي كانت تواجههم. طبعا لكل مشروع صعوبات، والمشكلة الرئيسية كانت بقطع أشجار الزيتون من قبل الأهالي لاستخدامها للتدفئة. أيضا كانت قلة المحروقات وغلاء ثمنها وحاجة المعصرة إلى صيانة مستمرة في ظل عدم توفر قطع الغيار. تراث عريق يفتخر به أهالي الغوطة، وهي هذه الشجرة المباركة التي بوركت من أعلى السماوات. من الغوطة الشرقية، منصور أبو الخير، قناة حلب اليوم.